السلام عليكم ورحمة الله تعالى. درسنا اليوم يخص مادة التاريخ، وهو بعنوان منهجية عمل المؤرخ. إذا سنحاول من خلال هذا الدرس أن نتبين طريقة عمل المؤرخ من خلال عمليات تتجلى في التعريف والتفسير والتركيب. فلنبدأ أولا بعمليات التعريف. عملية التعريف ببساطة هي مجموعة من الأسئلة التي يحاول من خلالها المؤرخ أن يجد أجوبة حول حدث تاريخي معين أو حول واقعة تاريخية معينة. فمثلا حدث المسيرة الخضراء الذي يعتبر من أبرز الأحداث التي بصمت التاريخ المغربي، يحاول المؤرخ عند دراسته أن يطرح أول الأمر مجموعة من الأسئلة حول تحديد زمانه ومكانه ولماذا وقع ومن شارك فيه إلى غير ذلك. إذن خلاصة هذه المرحلة هي أن المؤرخ يحاول أن يطرح مجموعة من الأسئلة تتلخص في أدوات الاستفهام: ما وما، ماذا، لماذا، وكيف، وأين، ليجد أجوبة يحاول من خلالها أن يمر إلى المرحلة الثانية، ألا وهي مرحلة تفسير الأحداث. هذه المرحلة يركز فيها المؤرخ على انتقاء الأسباب التي تفسر قيام الحدث. فمثلا حدث المسيرة الخضراء، ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت إليه؟ ثم يرتب هذه الأسباب حول بالرجوع إلى أهميتها الرئيسية، ثم الثانوية، ثم المباشرة، ثم الغير المباشرة، ثم يربط هذه الأسباب بالحدث الرئيسي ويحاول التفسير من خلال مجموعة من الوثائق، قد تكون مكتوبة أو أي بمعنى عبارة عن خرائط أو نص كتب بشكل شخصي أو بشكل رسمي، أو عبارة عن مشاهدة عينية لمعلم ما حول تاريخها، أسباب بنائها، مواد بنائها وغير ذلك. لنرجع إلى حدث المسيرة الخضراء. يحاول من خلاله المؤرخ أن يأتي كما قلت لكم بمجموعة من الوثائق تساعده على دراسة هذه الواقعة، كالخريطة التي يحاول من خلالها أن يعطينا الموقع، الأماكن المسترجعة، أو من خلال صور تبين لنا انطلاق المتطوعين في المسيرة الخضراء، أو من خلال نصوص تبرز لنا سنة انطلاقها وعدد المشاركين فيها وما إلى ذلك. بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التركيب. هذه المرحلة يحاول من خلالها المؤرخ أن يجد جواباً نهائياً لمجموع الأسئلة التي طرحها أول الأمر، وبالتالي يخلص إلى سلسلة من الاستنتاجات يحاول أن يربط فيما بينها ويركبها ليقوم بعدها بعملية السرد. إذن هذه العملية هي التي تسمى بالتركيب أو بالسرد التاريخي. إذن هذا هو درسنا اليوم، وقلت لكم يخص طريقة أو منهجية عمل المؤرخ.